نرحب بالشاعر خالد الفريدي، كذلك نرحب بالشاعر محمد بن بدر السبيعي، حياكم الله وفالكم إن شاء الله الطروق المتميز. نستمع وياكم أعزائي المشاهدين إلى لحن هذا الطروق من خلال شاعرنا وعضو لجنة التحكيم حمود السمي. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 ابتدينا يا سبيعي واستعنا بالله اللي خالق سبع الأراضي وانتبه لا تمتحنا شاعر القلطة مثل منبر عكاظي شد حيلك وانتبه لا تمتحنا شاعر المنبر مثل منبر الكاظي
شد حيلك وانت بلا تمتحنا شاعر القلطان للمنبر عكاضي شد حيلك وانت بلا تمتحنا شاعر القلطان للمنبر عكاضي شد حيلك وانت بلا تمتحنا وقف للمهمة غير حنا ما قفك ما هو محتاج انت غاضي وقفك ما هو محتاج انت راضي ما يوقف للمهمة غير حنا ما قفك ما هو محتاج انت غاضي ما يوقف كانها فالماد رد العلم عنا ما هو معوض غيابك يا العياضي تعود فاضي يوم تروح لما تعود فاضي كان ما عندك علوم لا تعنى يوم تروح لما تعود فاضي كان ما عندك علوم لا تعنى يوم تروح لما تعود فاضي كان ما عندك علوم لا تعنى
وصلنا غير بسيف المحنة وانت تركض شايل انكيس المقاضي وانت تركض شايل انكيس المقاضي ما وصلنا غير بسيف المحنة وانت تركض شايل انكيس المقاضي ما وصلنا غير بسيف المحنة وانت تركض شايل انكيس المقاضي ما وصلنا غير بسيف المحنة وانت تركض ما حسبنا لنزعل والراح راضي ما حسبنا لنزعل والراح راضي والبريد إليه يوم ظالمنا ما حسبنا لنزعل والراح راضي والبريد إليه يوم ظالمنا ما حسبنا حنا فالوعد زبنا المجنة فعلنا برقنا على العدوان ناضي فعلنا برقنا على العدوان ناضي تونا ما انت قادر يا سبيع الاعتراضي ما انت قادر يا سبيع الاعتراضي شعرنا. شكرا لكم، شكرا لصفوفنا. ننتقل واياكم اعزائي المشاهدين الى اراء وتقييم لجنه التحكيم، البدايه مع شاعرنا وعضو لجنه التحكيم محمود السمي. الله يعطيهم العافيه، ما قصروا، كلهم ابدعوا. خالد بدا الطروق بداية موفقة فيها استعانة بالله، ومن استعان بالله ما يخيب إن شاء الله. وأعجبني في